بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكايات سلفية، هذا هو اليوم 11 من شهر رمضان المبارك. أسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم التمام والقبول. حكاية اليوم تتعلق بربيعة الرأي. وما أدراك ما ربيعة الرأي؟ عالم من علماء المدينة، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، له قصة طويلة لن أسردها الآن، قصة ممتعة جدا. خلاصتها أن أبوه تركه وهو حمل، ورجع أبوه بعدما أصبح عالما ورآه في المسجد دون أن يعرف أنه ولده، وصار هناك آثار عجيبة. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في كتاب رجال من التاريخ حكى هذه القصة بطريقة لطيفة وجميلة وعجيبة، أنصحكم بقراءة ذلك المقال. ربيعة بن أبي عبد الرحمن الذي هو ربيعة الرأي عنده كلمة يقولها في وصف علماء السلف وعلماء المدينة على وجه الخصوص، يقول: رأيت مشيخة المدينة، مشايخها طلبة العلم، وإن لهم غدائر، والغدائر هي الجدائل، الشعر الذي يظفر ويوضع ذات اليمين وذات الشمال للرجل وللمرأة. وهو يقول: رأيت مشيخة المدينة وإن لهم غدائر، يعني جدائل شعر مظفور ذات اليمين وذات الشمال، وعليهم الممصر والمورد، يعني ألوان من الثياب الجميلة، يعني الممصر مصبوغ بنوع من الصبغة التي تميل إلى الأحمر أو إلى الأصفر، والمورد كذلك مصبوغ بماء الورد. فيقول عليهم ملابس شبابية، يعني ملابس فخمة، وفي أيديهم مخاصر، والمخاصر هي كأنها يعني عصي أو أعواد قصيرة جميلة، جرت العادة أن يأخذها الملوك والوزراء والكبار، مثل السبح ومثل الأشياء التي من العادة أن يحملها الشخص الوجيه والشخص الكريم، تعود أن يضع في يده شيئا يحركه أو يشير به أو ما أشبه ذلك. فهذه هي المخصرة أو المخاصر. يقول: وفي أيديهم آثار الحناء، أيضا أحيانا يضعون الحناء في أيديهم لغرض أو لسبب، في هيئة فتيان، شكلهم شكل الشباب، لباس شبابي، المظهر شبابي. فإذا أريد أحدهم على دينه، أحد أراد أن يعني يؤثر في دين هذا الإنسان أو يبتزه، فإنه يكون دينهم أبعد من الثريا، يعني تدين قوي وعميق وفي نفس الوقت مظهر جميل وأنيق. هذه هي الصبغة السلفية الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جميل يحب الجمال، وهذا حديث رواه مسلم. فالله جميل يحب الجمال، الجمال في الثياب، الجمال في الشعر، الجمال في المظهر، الجمال في حتى في الحذاء، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: إن أحدنا يكون يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أو حسنة. وكذلك الجمال في التعاطي، في الأسلوب، في الأخلاق، في الكلام، في القول، في الفعل، وفي المخبر أيضا جمال الباطن. وهو سبحانه يمتن على عباده بذلك، يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. فمن مهمات اللباس، من وظائف اللباس، ستر العورة، ولكنه قال سبحانه: وريشا، يعني هذا ما هو زائد على مجرد الستر أو الضرورة، يتعلق بالجوانب الجمالية. الريش، الرياش تتعلق بالجوانب الجمالية. ثم قال سبحانه: ولباس التقوى ذلك خير. فعمت هذه الآية اللباس الظاهر واللباس الباطن، لباس المظهر ولباس المخبر ولباس التقوى ذلك خير. وقال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا في أكله، يأكل ما تيسر وما تكلف مفقودا ولا ترك موجودا، يأكل الميسور. لكن فيما يتعلق باللباس كان النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الأناقة والجمال في لباسه، ويعرف ذلك عنه في عمامته، في قميصه، في ردائه، في ثوبه، فيما يلبس كان من أحسن ما يكون ويلبس أحسن ما يكون، وخاصة إذا كان سيخرج للمسجد أو للجمعة أو للعيد أو للوفود، استقبال الوفود، كان يعتني بلباسه. ولذلك رأى عمر حلة تباع في السوق من حرير فاشتراها للنبي صلى الله عليه وسلم،
ولم يدري أنها محرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فالمقصود هنا أن الصحابة يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يهوى ويحب اللباس الحسن واللباس الجميل، وهذا يكون للرجل ويكون للمرأة أيضا بشكل أخص، ولكن الرجل له من ذلك شأن ونصيب. وفي المثل الناس يقولون كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس، وهذا معنى صحيح، بمعنى أن اللباس هنا في جانب من العرف ما هو متعارف عليه ومألوف ومعروف في المجتمع. فاللباس في الإسلام ليس نمطا معينا كما يعتقد البعض أنه والله يلبس القميص، وبعضهم يعتقد أن هذا لباس السنة، حتى أني وجدت واحد كاتب سؤال أنه ما حكم من يسخر باللباس الإسلامي ولباس النبي صلى الله عليه وسلم، يظن أن هذا هو لباس الإسلامي وهذا هو لباس النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ليس كذلك، ولم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم هذا نوع من الثياب. وأيضا ليس مطلوبا تصدير أو تعميم هذا النوع، أو اعتبر أن هذه هي علامة وميزة لأتباع السلف الصالح أنهم يلبسون القميص أو يلبسون الغترة أو الطاقية أو الشماغ أو ما أشبه ذلك من الملابس. لا، هذه عادات وهذه أعراف في المجتمعات، وفي كل مجتمع عرف ينبغي مراعاته واختيار أحسن ما يكون منه. والمهم هي المواصفات، أن يكون اللباس فضفاضا، أن يكون ساترا، أن يكون حلالا، أن يكون من مصدر حلال أيضا ليس مغصوبا ولا مسروقا، أن يكون جميلا وما أشبه ذلك من المواصفات العامة التي ذكرها أهل العلم. إذن هذا هو ما كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام. واتباع السلف الصالح ليس لباسا معينا، وأيضا ليس لباسا متواضعا شديد التواضع كما يعتقد البعض. قرأت في سيرة الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، فوجدت أن الإمام مالك وهو من أهل المدينة وربما عرف لباس السلف ولباس الصحابة والتابعين، وجدت أنه يتأنق جدا في ملبسه، ويقول إنه من المروءة أن يكون العالم ذا ملبس حسن، ولا يخرج إلى الناس إلا بعمامة وثوب حسن. وكان مالك كما قال بعضهم رأيت مالكا وعليه طيلسان عن يمينه وعن شماله كأنه لباس الملوك، قد اشتراه بخمسمائة. ولما مات الإمام مالك وجدوا خلفه من النعال والعمائم والثياب والطيب شيء عظيم، وكان يقبل الهدايا وكان يلبس جميلا ويقول جميلا ويفعل جميلا رحمه الله، ويهاب في ذلك ويحب ويحاكى ويقلد فيه. ووجدت أن الإمام الشافعي قريب من مسلك الإمام مالك، ووجدت أن الإمام أبا حنيفة أيضا قريب من مسلك الإمام مالك في حسن الثياب والهندام. أما الإمام أحمد رحمه الله فكان متواضعا يميل للتواضع، وربما لبس الحذاء 18 سنة، يعني ما يغيره، يخلعه ويعيده ويرقع الثوب، وربما لا يوجد عنده إلا ثوب واحد، وكان يقول طعام دون طعام ولباس دون لباس وصبر أيام قلائل. يعني يقول الحياة تعبير تمشي، يعني ما في داعي أن الإنسان يعتني ويختار ما هو جيد ومتفوق في اللباس والطعام. هذا مذهب خاص للإمام أحمد، يتناسب مع طبيعته، مع تواضعه، مع زهده، مع انشغاله بالعلم. ولا وأيضا في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان، يعني التواضع في الملبس. فنحن نستطيع أن نقول أن اللباس هنا يراعي فيه الإنسان ما يناسبه ذوقيا ونفسيا، ما في داعي تلبس الأشياء التي ربما تسبب لك حرجا نفسيا أو ضيقا، البس ما ترتاح له وأيضا ما يرتاح الناس له. والغالب من الناس يحبون الجميل من اللباس، وهذا هو مذهب الغالبية من السلف رضي الله عنهم، كما ذكرت عن مالك وعلماء أهل المدينة ومشيخة المدينة، وكما ذكره ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي عنهم في لبسهم للممصر والمورد، وفي عنايتهم وفي مظهرهم وفي عمائمهم وفي أشكالهم. هذا هو مذهب الغالب من الناس والغالب من العلماء والغالب من السلف. ولكن يوجد من البشر ومن الخلق من يحب التواضع ولا يحب التكلف بطبيعته، طيب هذا ينساخ مع طبيعه، ما في مانع. وهنا يأتي حديث البذالة من الإيمان، يعني البساطة والتواضع أيضا هذا من الإيمان، ليس هذا انحرافا ولا خطأ، هذا خير وهذا خير. ولكن من الخطأ الكبير أن نعتقد أن السلف رضي الله عنهم كانوا
لا يعتنون باللباس أو لا يعتنون بالجمال أو لا يعتنون بالمظهر أبدا، كانوا يعتنون بذلك أشد العناية. وهذا المعروف عن جمهور الأئمة الأربعة وعن فقهاء المدينة وعن غيرهم، هم أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. إذن الدرس الأول أهمية العناية بالمظهر، بالشعر، بالثياب، بالهيئة الظاهرة، بالزينة الظاهرة للداعية، للعالم، لطالب العلم، العباء التي يلبسها والثوب الذي يلبسه، ولا بأس أن يكون معه مثلا سبحة في يده أو مخصرة كما قال ربيعة أو ما أشبه ذلك مما تعارف عليه الناس في مجتمعه. وكذلك نوع اللباس لا يكون لباسا شاذا، ولذلك كانوا يكرهون، والإمام مالك رحمه الله أشار إلى هذا المعنى أنهم كانوا يكرهون الصوف، لبس الصوف. لماذا؟ يعني نوع من الصوف كان يلبس بتواضع وبذلاده شديدة، قال لأنه لباس شهرة، فإذا لبس الإنسان الصوف فكان يقول للناس: أنا رجل متواضع، أنا زاهد، أنا عابد، أنا تقي. فالسلف كانوا يتورعون عن اللباس الذي يعطي انطباعا عن صاحبه بأنه رجل تقي ومتواضع، ويحبون اللباس الذي يجعل صاحبه مثله مثل غيره من الناس. كانوا يكرهون الأشياء التي تجعل الإنسان متميزا عن غيره. بينما نجد اليوم بعض طلبة العلم يتقصدون من اللباس ومن التصرفات ومن الهيئات ومن المظاهر ما يجعلهم يختلفون عن غيرهم ويتميزون عن غيرهم، وكأنه ينادي في الناس: إنني طالب علم ومتواضع وزاهد ولا أريد الدنيا ولا أقبل عليها. بينما كان السلف يكرهونه ويعدونه لباس شهرة، يعني ربما يشتهر به الإنسان أنه من الأتقياء البررة. إذن هذا هو المعنى الأول، وهو الزينة واللباس الحسن الذي ينبغي أن يقتدي به الإنسان. المعنى الثاني أن اللباس عرف يختلف في مكة عن المدينة، عن الشام، عن المغرب، عن المشرق، عن مصر، ولكل بلد لباسها وزينتها. فالزينة ما هو موجود في بلدك، ولا داعي لأن يكون طالب العلم مثلا في مصر أو المغرب يلبس لباسا خليجيا. لماذا؟ هل تريد أن تقول: إنني أتبع أولئك القوم، أو إنني أتلقى عنهم، أو ما أشبه ذلك؟ البس لباس أهل بلدك وليكن من أحسن وأجمل اللباس. المعنى الثالث والمهم في ذلك هو أيضا مع اللباس الحذر من أدواء اللباس وأمراض اللباس التي تعطي رسالة للناس أحيانا أن لابس هذا الثوب يريد أن يوصل رسالة أنني متواضع أو زاهد أو عابد أو تقي أو أهل للثقة. لا، اجعل عبادتك بينك وبين الله. فهذا هذه من المعاني المهمة فيما يتعلق بالمظهر. السلف رضي الله عنهم كانوا يهتمون بالمظهر، هو جزء من الشخصية وجزء من الحياة. كثير من الناس ربما يشاهدونك لمرة واحدة في الباص أو في القطار أو في السوق، فليكن مشاهدتهم لك بهذا اللباس الحسن الجميل. ولكن لا تنسى أنه مع اللباس الحسن الجميل الإقبال على الناس، الابتسامة، المصافحة، السلام الحار، السؤال عن الحال، التلطف، هذا معنى مهم وعظيم جدا، وهو جزء من الشخصية، جزء من المظهر، جزء من الانطباع الأولي. هنا بعض الأسئلة. ابني أو ابنتي ميمة إياد من المغرب تقول: ما حكم الجمعيات بين الموظفين أو بين الأقارب بحيث يجمع كل شهر مبلغ من المال معلوم ويأخذه واحد منا، يعني 10 يتفقون في جمعية ويدفعون 1000 ريال شهريا، الشهر الأول أنا أخذه، الثاني تأخذه أنت، الثالث، الرابع، الخامس حتى تنتهي. لا بأس بذلك، هذا من التعاون على البر والتقوى وهو مباح. ابني أبو يزن من إيطاليا يقول: هل يجوز الإفطار لمريض السكر علما بأن مفعول الدواء فقط لمدة 12 ساعة والصيام عندنا 19 ساعة وأقضي في الشتاء؟ نعم، بالنسبة لمريض السكر هو مريض وله أن يفطر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، خاصة حينما يكون النهار طويلا كما عندكم 19 ساعة. يقول: ما حكم، أو تقول بنتي بشرى سعيد: ما حكم تنظيف الحاجب وليس التغيير من شكله، فهل يعتبر ذلك نمصا؟ مجرد التنظيف لا يعتبر نمصا، وأيضا قص شيء منه بالمقص ليس من النمص، وإن النمص هو
النتف هو نتف الحاجب وإعادة تشكيله. يقول: أريد أن أتوب ولكن قلبي لا يرق للعبادة، ما هو الحل؟ ابني عثمان صالح. والله التوبة بابها مفتوح، ويا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا قبل أن لا تتوبوا، توبوا قبل أن تموتوا، توبوا ما دمتم في زمن الإمهال. ويا ابن عثمان، من التوبة أن تقبل على الله بالمناجاة، بالذكر، بالدعاء، بالقرآن، بالصلاة، اصحب الأخيار الذين يذكرونك بالله ويذكرونك بالدار الآخرة. ابنتي سنيورت نالين تقول: ما هي أعراض مس الجن؟ الجن قد يضر الإنسان، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون يتغلغل فيه كما يعتقد البعض، ويعني يمضي في عروقه، وهذا هو الشيطان. النبي عليه السلام قال أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، يعني بالوسوسة، بالدعوة إلى الحرام، بالدعوة إلى المعاصي. وقد يقع للإنسان نوع من التخبط كما في الآية الكريمة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ما حكم القيام لصلاة السنة بعد صلاة الفرض مباشرة؟ السنة بعد الفريضة أنك تذكر الله سبحانه وتعالى بالأدعية، الاستغفار والتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير، ثم تقوم وتصلي، هذه هي السنة. ولو أن الإنسان قام مباشرة وصلى الراتبة فليس عليه في ذلك شيء. يقول: ما حكم السلام باليد على امرأة أجنبية في نهار رمضان في بلد غير إسلامي؟ طبعا مصافحة الأجنبية ممنوعة في الشريعة، خاصة إذا كانت امرأة يعني حديثة السن ومصافحتها فتنة، وفي نهار رمضان يكون ذلك أمنع، ولكن هذا لا يفسد الصيام. إذا كان سؤالك يا ابني أحمد مكي عن الصيام فهذا لا يفسد الصيام. ابنتي ناهد سفر تقول: ما حكم تسمية المولودة ملك؟ أرى أنها لا تسمى ملك، لأن هذا قد يكون من محاكاة ومضاهاة المشركين الذين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فالمشركون كانوا يعتقدون الملائكة من الإناث وأنهم بنات الله، فتسمية الأنثى ملك فيها شبهة، والأولى تجنبه. تنتابني وساوس في الصلاة ولا أستطيع الخشوع ولا الدعاء ولم أعد أتحمل، ماذا أفعل؟ الوساوس غالبا سببها وجود حالة من الاكتئاب والوسواس القهري. وقلت مرات عندي شريطين صوتيين موجودات في موقعي في النت. الشريط الأول اسمه رسالة إلى موسوس، والشريط الثاني رسالة إلى موسوسة، يمكن لابني الكريم أن يسمعه. وأيضا في سناب شات عملت مرة سنابات عن الوسوسة وكيف الخلاص منها، وهي أيضا موجودة في اليوتيوب. فعلى الإنسان أنه يسمع ويقرأ. كذلك ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان كتب في هذا الباب، والنووي رحمه الله وجماعة من أهل العلم. اقرأ ما يتعلق بالوسوسة بحيث تعرف ما يقوله أهل العلم، ولا بأس بمراجعة طبيب نفسي. وعلى الإنسان أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول: كنت قد شاهدت حلقات سواعد الإخوة، سمعتهم يتحدثون عن فقه التأسي، هل ترشح لي كتابا لأقرأه؟ ابني بكر عادل. يعني الاقتداء، التأسي هو الاقتداء، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. والتأسي يكون أولا بمعرفة السير، يعني معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة كتاب في السيرة مثل تهذيب سيرة ابن هشام، أو الرحيق المختوم، أو مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو الفصول في سيرة الرسول لمن كثير، أو غيرها من المختصرات. وبعض الكتب المعاصرة مثل كتاب بطل الأبطال لعبد الرحمن عزام في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو كتب الشيخ عبد الوهاب الطريري، أو بعض المؤلفات التي عنيت بالسيرة النبوية، وكذلك سيرة الصحابة رضي الله عنهم. أنصح بكتاب صور من حياة الرسول، صور من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا، وصور من حياة التابعين لعبد الرحمن رأفة الباشا. أيضا هذه كتب مفيدة ونافعة في معرفة الصورة التي كانوا عليها والتأسي بهم. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على طاعته ومحبته، وأن يجمعنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين وتابع التابعين والأئمة المهديين
وأن يكفينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. آمين آمين آمين. أدعو الله تعالى لكم بخير الدنيا والآخرة، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.